الحديثة اللي تبنت بعدين هي كانت بالجهة الشمالية للجامع وتحتوي على سدة النساء، ولكن نحن بدنا نركز على القسم الأسري. طبعا نحن رح نلاحظ كمان الحرم مثل كل الجوامع الأسرية هي سماكة الجدران اللي نحن عم نحكي أحيانا تتجاوز المترين، هي ميزة الحجر الموجودة بهالجوامع اللي هي بتعطيني برودة بالصيف ودفء بالشتاء، عم تعطي خصوصية للحجر عزل عن المحيط. هذا بالنسبة لي حرم الجامع. إذا بدنا نحكي كمان سريعا عن أهم بيميز جامع الصليبة الأسري، رح نحكي عن المداخل. طبعا أنا عندي مدخلين، مدخل غربي ومدخل شرقي، هن على استقامة واحدة، ولكن أنا بدي ركز على المدخل الغربي للجامع. المدخل الغربي للجامع رح نلاحظ عند المدخل هو في مصطبتين حجريتين. المصطبتين الحجريتين هن لهم سر، هن بدنا نلاحظ أنه المدخل أصلا نحن داخلين هو عم بيميل بزاوية معينة، هو مانو أفقي، هو عم بيميل بزاوية معينة. فأنا لما بده يكون في منطقة وقت الزوال اللي هو وقت صلاة الظهر، رح نلاحظ أنه المصطبة الشمالية عم تستتر بظل المصطبة الجنوبية، وهيك عم بتشكل معي مزولة شمسية عم بتحدد عندي وقت الظهيرة. نحن هون جامع